هل يجوز أن تقول عن جماعة الإخوان خوارج؟ لا يجوز أن تقول بالإجمال هكذا، تقول جماعة الإخوان المسلمين خوارج، أي جميع الإخوان المسلمين خوارج، كلام باطل. الإخوان المسلمون منهم من يحمل فكر الخوارج، ومنهم من لا يؤيد فكر الخوارج، ومنهم من هو جاهل لا بيعرف خوارج ولا بيعرف دواخل، ومنهم لا يعرف يعني، ومنهم من هو صاحب سنة لكنه يخطئ في الحزبية. أما أن تطلق هذه العبارة جميع الإخوان المسلمين على جهنم وخوارج، لا يجوز يا أخي، لا يجوز. لا ندافع عنهم، عندهم أخطاء، أخطاء كثيرة، لكن أخطاء تقبل النقاش، نناقشهم ويناقشوننا، ندعوهم في معتقدات عند بعضهم باطلة، نعم في معتقدات عند بعضهم تخالف الكتاب والسنة، نعم في معتقدات عند كثير منهم توافق الكتاب والسنة، نعم. الشيخ عمر سليمان الأشقر ماذا نقول فيه؟ أحد أعضاء الإخوان المسلمين وكتب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، وكتبه من أنفع ما كتب في مسائل المعتقد، وهي سهلة ميسورة، ماذا نقول؟ لكنه كان مع الإخوان حزب. هذا تقارنه بدون ذكر أسماء بشخص آخر يقول ضرب الشيش كرامات إلهية، هل يستويان مثلا؟ أو ذاك الشخص الذي يقول لابد من الخروج على الحكام وقتالهم، يستويان مثلا؟ لا يستويان. نحن لا ندافع عنهم، ولكن لا يجوز أن نغلو في الحكم عليهم. هذا باختصار.